ودلوقتي هنعمل مع بعض سلطه لذيذه قوي. اصل السلطه دي بتتعمل بالكينوا، بس طبعا احنا عارفين ان الكينوا مغذيه والكينوا فظيعه وحلوه وكل حاجه، بس ما يعني هي سعرها غالي شويه، فاحنا هنعملها بالبرغل. فالنهارده هتاخد يعني تقريبا كتير، الطعم هيبقى قريب من بعضه وفي نفس الوقت مغذيه جدا جدا وكلفتها نوعا ما اقل. عشان نعمل سلطة البرغل بتاعتنا عايزين طبعا برغل منقوع، يعني نص كوباية برغل منقوعة، عايزين 2 طماطم، 2 فلفل أخضر، عايزين 1 بصل، نص كوباية بقدونس، ربع كوباية نعناع أخضر، 1 فلفل حار، للصوص عايزين أو للتتبيلة دريسنج عايزين ربع كوباية دبس الرمان، 4 معالق كبيرة زيت زيتون، 4 معالق كبيرة ليمون، ملح وفلفل، و2 فص ثوم. أنا عشان تبقوا عارفين، لأنه الدريسنج ده أكتر دريسنج أنا بحبه، فأنا بعمله وبعمل كمية وبحطها في أزايز ممكن تقعد معانا اسبوعين مثلا، 3 اسابيع كمان، بستعملها كل يوم. يعني كل ما بنيجي نعمل سلطه منها بنروح سلطه بنروح على طول حاطه دريسنج من اللي انا عاملاه وشايلاه في الثلاجه، فبيبقى الموضوع سريع كده ولطيف. طيب هناخد دلوقتي المكونات اللي عندنا كلها اهو، خلينا نجيب معلقه، ناخد معلقة أحسن من هنا، ونحط عندنا البرغل المنقوع، برغل منقوع ومتصفي كويس يا جماعة، برغل منقوع ومتصفي كويس أهو. ناخد كمان شوية، وريني الطبق قد إيه. خلاص كفاية كده. هناخد الطماطم اللي عندنا، شوفوا إزاي متقطعة صغير، ناخد الطماطم فلفل اخضر، ده فلفل اخضر، فلفل حراق كمان، فلفل حراق، بصل، وقبل ما نحط البصل برضو خلينا نقلبه بشوية ملح وفلفل، ده بيخليه ما يعني يقعد فترة اطول من غير ما يبوظ او تطلع ريحته، فبنحط له بصل، البصل ملح وفلفل، وبعدين هنحطه كده هنا. وعندنا كمان بقدونس، وعندنا نعناع اخضر، وكده مكونات السلطة مكوناتها جهزت، ناقص نعمل الدريسنج. بتقدروا تحطوا عليها كمان لو عايزين اي نوع مكسرات، عايزين يعني بتهيألي عين الجمل بيبقى معاها لذيذ جدا، بس هي كسلطة كمكونات جهزت عندنا. شوفوا ازاي الوانها جميلة، شوفوا قد ايه الوانها حلوة. ناخدها بقى نحطها كده هنا في الطبق بتاعها، نعمل بقى خلينا نشوف بس كده ورقتين نعناع حلوين دلوقتي، نشوفهم ونحط ورقتين نعناع كده يكونوا حلوين على الوش. ونعمل دلوقتي مع بعض الدريسنج بتاعنا. ناخد الليمون، ثوم مهروس، خل بلسمك او دبس الرمان، احنا عاملينها بدبس الرمان، دبس الرمان، وهنبتدي نحط زيت زيتون بالراحة كده مع شوية ملح، طبعا عايزين شوية ملح، ليه بنحط زيت الزيتون بالراحة؟ لان لو حطيناه مرة واحدة بيفصل عن المكونات،
بتلاقوا كده زيت الزيتون فوق والمكونات تحت، فلازم تحطوه بالراحة كده. تمام كده اهي الصوص بتاعتنا جاهزت، وكده تبقى الصوص بتاعت السلطة بتاعتنا جاهزت.